السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات للحلقة النهاردة. جات لنا أسئلة كتير قوي على صفحة الفيسبوك بموضوعات مختلفة كتير، فالنهاردة قررنا اللي احنا هنتكلم في موضوعات فعلا تهم كل الناس. زي ايه بقى النهاردة هنتكلم؟ هنتكلم عن الفيروس ودخول الأطفال أو الأولاد أو حتى الشباب الجامعات. طيب ولادنا كلهم هينزلوا يروحوا المدرسة، طب إيه بقى المفروض اللي احنا نعمله علشان نحميهم من الفيروس؟ الفقرة دي هنقدمها مع دكتورة وسام زكي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، ومعانا طبعا فقرة الشيف الثابتة في الحلقات عندنا، ومعانا شيف حكمة سالم وهتقدم لنا أحلى منيو. في موضوع مهم هنتكلم فيه انتشر جدا على السوشيال ميديا وهو خطف البنات في اسكندرية. النهاردة هنقول لكم الحقيقة في موضوع خطف البنات، وهنمسك حالة حالة كده وهنتكلم مع سيادتكم. هنبدأ نرحب بالضيوف الاول. شيف حكمة ازيك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا دكتور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والمساعدة بتاعتها ازيك؟ اسراء. الحمد لله. هقولي لي بقى المنيو هتقدمي ايه النهارده؟ احنا قلنا طبعا دايما هنبقى اقتصادي. فقراتنا اقتصادية وسهلة وبسيطة. تمام. يعني هو وقتها كله هتاخد تلت ساعة. حلو. النهارده هنعمل فتة السمك القاروص. فتة السمك القاروص. القاروص. اه. تمام؟ هي احلى من فتة الضاني واحلى من فتة الكندوز، يعني حاجة مختلفة خالص. قولي لي كيلو السمك القاروص. كيلو السمك القاروص بيعمل 150 جنيه. 150 جنيه. 150 جنيه. يعني احنا النهارده جايبين مثلا سمكة 600 جرام. تمام. ممكن نعمل منها أربع قطع أو ممكن نعمل منها ثلاث قطع. طب الفتة دي مش ممكن تتعمل مثلا ببوري أو بولتي أو كده؟ لا، هي ممكن تعملها بأي نوع. اه. بس هو القاروص بيبقى مختلف لأن هو ما فيهوش دهون. اه. يعني السعرات الحراريه فيه قليل. الكيلو 122 سعر قليل. حراري. آه. معدوم تماما الماده الدهنيه او السعرات الحراريه اللي فيه. وهو كله بيمتاز ان هو يعني مشبع بالاوميجا 3. اه. طيب هنعمل بس الفتة. ممكن تتعمل بقى بالبولتي. اه. بس في حاله البولتي هيبقى الوضع مختلف، احنا هنا القاروص بنتبل ملح وفلفل اسمر فقط لا غير. في حالة السمك البلطي بنعمله حاجة اسمها مرتة. البصل بيتبشر أو بيتقطع تيوبس كده صغير. آه. وبيتحط معاه زبيب منقوع في مية وملح وفلفل أسمر. الموضوع كبير ده. وبيتحشي. آه. وبعد كده بتلف فويل وتنزليه بقى في الشربة بتاعته. فبس برضه هو بيبقى خطير. لكن فتة القاروص هي مختلفة. مختلفة وشكلها سهلة يعني. عن أي سمك ساعة هي تلت ساعة. وقتها تلت ساعة مش أكتر. طيب ماشي، هنسيبك بقى تبدأي. أوكي. ونبدأ فقراتنا النهاردة مع دكتور وسام زكي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا بيكي. اتحركي دكتورة. دلوقتي الأولاد نازلة المدارس. تمام. وكل أولياء الأمور عامة قلقانين قلق. لا هما مرعوبين جدا. ما مش عايزين ينزلوا اصلا. اه. في موضوع اللي هم ينزلوا ازاي في يعني في وسط الفيروس ده وكده، فلازم يبقى في احتياطات طبعا يعملوها. هو طبعا يعني الموضوع ده منتشر جدا يعني، فحتى لو اتصاب يعني لا قدر الله لاي حد يكون مثلا الفيروس عنده ضعيف، الإصابة عنده ضعيف. قولي لي بقى ازاي كده نمرة واحد الأب أو الأم يعملوا قبل ويجهزوا ولادهم لنزول المدارس. تمام. بصي، هو الأم لوحدها الموضوع كله عبارة عن منظومة. منظومة. لازم الأم تشترك معانا، المدرسة نفسها، الطفل نفسه، دكتور الأطفال. الأربعة دول
لازم يبقوا معانا مع بعض عشان نقدر نكمل الشكل السليم، ان فعلا كل ام تطمن وتقدر تنزل طفلها المدرسه. حلو. اول حاجه خالص انت بقى كمامي طبعا عليكي دور كبير جدا. هتعملي ايه بقى؟ هجهز ابني ازاي ان هو ينزل المدرسه؟ لازم طبعا افهمه ان في حاجه اسمها اجراءات وقائيه. هتعلمه، معلش بقى هتتعب معانا شويه، لازم تعلمه يعني. ده في كي جي صغيرين دولت الخمس سنين دول، هتعلمه عشان تعلمه وتاخدي قبلها بشهر بالظبط. ما انت المفروض بقى خلاص، احنا بقى لنا فتره في القصه دي، مش حاجه جديده. انت معاك الماسك بتاعك لابسه، طبعا الاطفال اللي اكبر من سنتين هم الماسك، اللي اقل من سنتين الفيس شيلد بس خلاص، مش مش هينفع يلبس ماسك. تمام. معاه بقى في شنطته وهو رايح المدرسه الكحول بتاعه، الوايبس بتاعته، التيشو، المناديل، طبعا الحاجات دي اساسيات. معاه اتنين كمامه، ما تديهوش واحده بس، لازم يبقى معاه اتنين. ليه؟ واحده اتقطعت، واحده وقعت منه بالظبط، دي احتياطي معاه في الشنطه. خلاص دي الحاجات اللي انت هتنزلي ابنك بيها. تمام. طيب انا بقى هبتدي اعلمه ايه؟ هعلمه طبعا مفيش بوس لزمايلك، مفيش احضان، مفيش ما تسلمش يا ابني، مفيش سلام بالايد خالص خالص يعني انت هاي باي من كده بعيد. لازم تحافظ على المسافه بتاعتك بينك وبين زميلك، اللي هي مسافه المتر على الاقل، ده اقل حاجه متر. تمام. تمام، اللي هو التباعد الاجتماعي اللي طبعا كل الناس بتتكلم عنه هو ده. خلاص. الكحول اللي بقى معاه على طول بيعقم الديسك بتاعه، برضو دي انت يا مامي هتعلميها له، وبرده يعني ابتديها بالبيت ممكن. طب احنا كده ناخدها واحده واحده يعني. تمام. انا مفروض اعلمه ازاي يلبس الكمامه الاول طبعا. يعني دي نمره واحد بالزبط. لو اتقلعت منه لانه بيقعد فتره طويله أكيد في المدرسه. أكيد. فتعلميه الاول يلبس الكمامه بالظبط. تمام. وتعلميه ازاي يمسك الكحول وايه ويحط يحط قد ايه. هو هيبخ بختين. ايوه يعني مامته مفروض تعلمه هيحط قد ايه. تمام. ايه تاني بقى؟ وابتدي بقى ان هو بصي، هو في بس حاجه بس نقطه غلط الناس كلها بتعملها كبار وصغيرين على فكره، ان هو تبقى ايديه مطربه اصلا ويحط عليها الكحول. لا، ما انت كده الكحول ما عملش حاجه. انت ايدك مليانه جراثيم، لازم يغسل ومليانه ميكروب. لا، اغسل ايدك. طيب ما فيش عندي ميه وصابون، انا في الشارع معايا الوايبس بتاعتي، همسح ايدي. انت لو مسحت بالوايبس دوت هتلاقي نفسك الوايبس بقت سودة من التراب. بلاش جراثيم، تراب. ف تبني جيبها كده واحده واحده بقى. يبقى يتعلم يلبس الماسك، تعلمه بالزبط. تلبس الماسك. وبعد كده تعلمه اللي هو يفتح المناديل المعطره، وازاي يمسح ايديه فيها الاول، ينظف ايده بيها. ناخدها ستيب باي ستيب كده. بعد كده يرش كحول الكحول على دي. تمام بالزبط كده. بعد كده هنعلمه بقى زي ما قلنا التباعد. مفيش بوس، مفيش احضان. تمام. هتسلم على زمايلك من بعيد، هترحب بيهم دلوقتي، دي التحيه خلاص، اللي هو هاي باي بس كده. تمام. طبعا القصه بقى يعني ان هو بقى زي ما قلنا يبتدي بقى نعقم الديسك بتاعه، ودي هتبقى حلوه قوي بالذات بين الحصص. ممكن طبعا المدرسه يعني تشرف على الموضوع دوت، ان بين الحصص يطمنوا ان الاطفال كلهم ابتدوا يرشوا الديسك بتاعهم. هي هتبقى بين الحصص صعبه يا دكتوره عشان نكون واقعيين، هم ممكن في البريك يعني لو وطبعا مش كل المدارس هتقدر، مش كل المدارس. ما هو ما احنا بقول لك لازم المدرسه تساهم معانا في حاجات معينه كده، فاحنا عايزين نعلم بقى اولادنا هم اللي يعملوا يعني بالظبط. نحط المدارس كده على جنب. تمام. ممكن تبقى اشراف حتى على الاقل يعني. المدارس ممكن كاشراف تساهم في القصه دي. تمام. تتاكد انهم لابسين الماسكات، تتاكد ان كله مع الحاجات دي لازم بالظبط كده. طب التعقيم الديسك هنرش على الديسك ونبتدي نمسحه بس. او بس هقول لك على حاجه، نسيبه شويه دقيقه مثلا خلاص هينشف. تمام. الكلام ده ممكن يفهمه مثلا من ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، اما الكي جي بقى ما هو المدرسه بقى. الاشراف لازم يتدخل. الاشراف لازم، دول اصل لازم يعني بالظبط، مفيش يعني البيرنتس ممكن يعلموه لبس الكمامه، ايديه في البريك لازم يروح يغسل. انا بقول لك في حاجات تمام، المدرسه لازم تبقى تمام. معانا زي مثلا قصه الاوكر، ما انت مين يعني الاطفال معلش مش هتمشي كل شويه تعقم الاوكر بتاعت البيبان. تمام. لا، المدرسه هي اللي هتعمل كده. الترابزين بتاع السلالم طبعا الاطفال رايحه جايه عليه بايديهم عقموه. طب يا جماعه كل شويه وانت بعد ما تمسكه كطفل لو لمسته يعني المفروض برضو الام توعيه انه لا ما تلمسش الترابزين. اولى الام في الموضوع ده. ما طيب ما كل حاجه مرميه عليها بالظبط. طب خلاص علمناهم وهم نازلين هيعملوا ايه؟ تمام. طيب
قولي لي بقى، عايزين كده نجهزهم عشان نرفع لهم جهاز المناعه شويه بقى يعني. دي برضو الام للاسف الام يعني. تعمل ايه بقى؟ بصي زي ما قلت لك الدكتور لازم يجي معانا. هو المفروض اصلا دلوقتي خلاص المتعارف عليه قبل ما اي طفل ينزل المدرسه في تحاليل معينه انت كمامي لازم تعمليها دلوقتي، خلاص انت مجبره دلوقتي تعملي له صوره دم كامله عشان نشوف لو ابنك عنده انيميا ولا لا، هتعملي له تحليل براز عشان الطفيليات والديدان، نبتدي نعالج كل الحاجات دي، الكالسيوم بتاعه كويس والحديد بتاعه كويس في جسمه ولا لا. دي كلها تحاليل لازم تروحي تعمليها عند دكتور الاطفال وتتابعي معاه عشان لو الحاجات دي ناقصه نبتدي نحن نعليها نزبط. يعني لو النسب بتاعتها قليله نبتدي اعلي الحاجات دي. ليه؟ ده هيساهم معايا في جهاز المناعه. عندي بقى فيتامينات معينه برضو انت كأم محتاجه تديها لطفلك سواء في اكل او سواء عن طريق فيتامين بقى مكمل غذائي لو ابنك ما بياكلش الحاجات دي. زي ايه؟ زي ايه بقى؟ فيتامين الف ده مهم جدا. في ايه؟ فيتامين هقول لك كل الحاجات دي موجوده في فيتامين الف، فيتامين د، فيتامين سي والزنك. الاربع حاجات دول حتى الفيتامينات دي احنا بنديهم وقت ما يبقى حد عنده فيروس كورونا، احنا بندي الاربعه دول بنديهم اورال شرب جنب علاج الفيروس. تمام. طيب الحاجات دي موجوده في اكل ايه بقى؟ الجزر، البطاطا، الخضروات الورقيه كلها، كل انواع الخضار الاخضر. طبق السلطه، الطماطم دي مهمه جدا، الموز، اللحوم بقى كلها، اللحمه الحمراء، البروتين، السمك مهم جدا عشان الاوميجا 3 طبعا زي ما قالت. تمام. كل الحاجات دي مهمه قوي. طيب فيتامين سي بقى طبعا ده مهم. ده في ايه بقى؟ الناس كلها فاكره انه في البرتقال بس. لا فيتامين سي ده موجود اكتر بقى حاجه فيتامين سي الجوافه اللي هي اصلا خلاص الموسم بتاعها يعني. ايوه هو ده الموسم اللي احنا فيه بالزبط. ده الجوافه. فالجوافه، البرتقال، الكيوي، عصير الليمون، كل الحاجات دي فيها فيتامين سي، المانجا، الفراوله، كل ده فيتامين سي. تمام. طيب قولي لي يا دكتوره دلوقتي انا ام وبعمل لانش بوكس تمام لابني علشان ياخده اوكي المدرسه. اوكي. يحط فيه ايه؟ حطي فيه خيار ده مهم قوي، او اي حاجه خاص مثلا كابوتشي، الطماطم، الحاجه اللي بيحبها يشوف الام تشوف الحاجه الخضراء اللي بيحبها ايه بالظبط. معظمهم بياكلوا خيار يعني بالظبط حاجه خضراء. حطي طماطم تمام، حطي بيض، البيض حلو قوي برضو، في كل الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها دي موجوده في البيض وبالذات فيتامين د طبعا. تمام. حطي ممكن في امهات بتعمل ايه مثلا اكل مبايت من امبارح ممكن تحطه له في اللانش بوكس ده اوكي فكره حلوه، بس طبعا ما تجيبيش حاجات بقى سيمي فلويد يعني اللي هو ما تحطيش طبيخ يعني من الاخر يعني. ما اكل بيت من امبارح ممكن سوتيه بقى ممكن في دماغهم الغدا. ما انا بقول لك سوتيهات مثلا عندك مثلا بني بايت من امبارح مش مشكله حطي صدر فرخه تمام، لحمه مشويه، حاجات كلها ما تبقاش سايله عشان برضو ما تبوظش الدنيا ومش هيعرف ياكلها كمان قدام صحابه. هو يعرف ياكلها بس انا ببص من ناحيه تانية الحاجه اللي تقويه. ما هو يعني بقى كل الحاجات اللي تنفعه، كل الحاجات اللي احنا قلنا فيها الفيتامينات دي كلها حطيها، علبه لبن اللي هي ال 300 مللي دي اللي بتبقى بالشاليمو حطيها بدل العصير ده بس خلاص، ده خد فيتامين د وخد الكالسيوم وخد كل حاجه في علبه اللبن دي وخد البروتين كمان بتاعه. تمام. العسل بقى اخباره ايه بقى في الموضوع ده؟ ده اساسي ده قبل ما ينزل. العسل بدا يغلى يا جماعه تاني، رجع يغلى تاني. ده قبل ما ينزل بقى معلقه العسل الصبح دي مهمه جدا، كوبايه الزبادي بالليل، وطبق السلطه والتفاحه والبروتين بتاعك، لو خدنا الحاجات دي في يومه خلاص هو كده اتغذى تمام، مناعته تحفه، كل حاجه عنده اتظبطت كده بقى تمام. بالظبط، معلقه العسل، كوبايه الزبادي بالليل او اللبن او كوبايه اللبن بتاعتك، طبق السلطه، البروتين بتاعك، مش طالبه منك اكتر من كده. تمام. طيب قولي لي بقى بالنسبه للاطفال اللي نازله او حتى للكبار يعني عامه، المصل، الفونزا ده مهم جدا. ده بقى من ضمن الحاجات اللي كنا بنقول عليها. قولي لنا كده للساده المتابعين في الفوائد بتاعته ايه؟ يعني في ناس واخده الموضوع تهريج. لا بص، هو الموضوع السنه دي بالذات مصل الانفلونزا بجد اهميته مختلفه. في ايه؟ هو مش هيحميني من فيروس الانفلونزا، فيروس الكورونا سوري، هو هيحميني من فيروس الانفلونزا اللي شبه فيروس الكورونا، ما هو ده نفس الاعراض بتاعه ده. فانا كدكتور انا خلاص انت خدت مصل الانفلونزا يبقى انا شاكك فيك ان انت كورونا،
ليه؟ لان انا مش شاكك ان انت انفلونزا. اول سؤال الدكتور هيساله له، انت خدت المصل انفلونزا؟ هيقول له اه. اذا يبقى انت يعني 80% في كورونا بالظبط. يبقى انت هتروح بقى تعملي التحاليل 1 2 3 المبدئيه، طبعا مش هعمل مسح على طول، هنعمل تحاليل مبدئيه، والله لقينا اشتباه خلاص روح اعمل مسح. فهو وكمان هيقلل لي بقى التكدس على المستشفيات، كل الناس دي هتتحجز بايه؟ بانفلونزا. عادي، ما هو في ناس بيجي لها انفلونزا وبتبتدي تنزل على الشعب الهوائيه، واللي عندهم حساسيه الصدر الدور الانفلونزا لازم ينزل على الصدر. انا واحده من الناس عندي حساسيه الصدر، بيحصل لي كده كل سنه. عشان كده من ساعه ما انا فعلا ابتديت اخد مصل الانفلونزا، وده فعلا عن تجربه حقيقيه، انا ما بقتش اتحجز، ما بقاش يجي لي الادوار دي كتير. انا كنت على طول ماشيه بالبخاخه او باخد جلسات في مستشفيات. وليه المفروض ياخده امتى؟ ياخد المصل ده امتى؟ خلاص ده وقته الوقت. اسعاره ايه بقى؟ والله لا مش يعني، هو طبعا نازل الضعف بمقارنه بالسنه اللي فاتت، بس دلوقتي ناقص يعني، هو نزل مفيش اسبوعين بالظبط واتاخد يعني، الصيدليات خطفوه مصل ولقاح نفسه تقريبا ما بقاش فيه، ومستنيين احنا نفسنا كدكاتره مستنيين ان الشركات تستلم عشان يدونا دفعه تانية. انا طب احنا ننشئ وزاره الصحه دلوقتي على الموضوع ده، يا ريت ان هي تنزل لنا دفعات كتيره طالما في اقبال وفي الناس فعلا التاريخ. عايزه تحمي نفسها، فمن حقها يعني. بالظبط طبعا مهم. يعني انا استفدنا جدا من المعلومات معاكي، وكانت وفي كلام كتير، بس انت حضرتك عارفه وقت البرنامج، فان شاء الله هنستناكي في حلقه جديده. بشكرك، ميرسي، باي. وكده خلصنا الفقره الطبيه، يلا بقى نطلع فاصل ونشوف بقيه فقراتنا.